يقول السائل: رجل أتى من أجل العمرة ولم يحرم في الميقات جهلا منه، فأمرناه أن يخرج إلى التنعيم ويحرم من هناك، فهل عليه شيء جزاكم الله خيرا؟ نعم، عليه فدية تجاوز الميقات، يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء، وإن كان لا يجد ما يذبح ما يستطيع فيصوم 10 أيام، لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام وهو يريد العمرة، وأحرم من دون الميقات.